السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف موقع او هنشوف برنامج بيعمل ايه، بيعمل لك البرامج اللي انت عايزها بسهولة تامة وتقريبا بدون كود، من غير ما تكتب اي كود خالص، مجرد ان انت بترتب الافكار بتاعتك وتنظمها وتطبقها هتلاقي البرنامج بتاعك اتعمل على طول. طيب هنا بيقولك اكتب اسم البرنامج، فبتكتب الاسم وبتكتب الديسكريبشن بتاعه، ولو انت عندك ايقونات تقدر تحطها، ممكن تقول له ابلود ايكون، تمام، وتختار ايكون معينة اللي انت عايزها، او ممكن تختار لون للايكون وتقول له كرييت ابس، فهو يبدأ يجهز لك التطبيق بتاعك. دي تعتبر برمجة المستقبل، لان هم عايزين يبقى فيه المواطن الرقمي، فالمواطن الرقمي لازم يبقى عنده مهارات اساسية في افكار البرمجة، مش ان هو يحفظ اكواد و لا، في افكار البرمجة. فبيقولك بقى اللي انت عايزه، هل انت عايز حاجات جاهزة؟ هو مجهز لك برامج كتيرة بالشكل دوت، تمام، ممكن برامج البنوك، برامج ديتيلز، برامج فورم، كل الحاجات دي موجودة جاهزة، مجرد بس ايه بتبدأ تعبيها. احنا هناخد الاصعب، وان انا اقول له امتي ان انا عايز ملف فاضي، واقول له ايه اعمل لي السكرين بتاعتي. دي الادوات اللي هي موجودة معانا اللي هتساعدنا، تمام، في ان احنا نعمل البرنامج بتاعي. طيب كل اللي احنا عاملينه ان احنا بنعمل دراج اند دروب عشان نعمل البرنامج، يعني بنشوف ايه الاجزاء، مثلا انت عايز تحط زرار، مجرد بتسحب وتحط وتبدأ تبرمجه على طول بسهولة تامة. وبعد كده هنروح هنا للرايت كليك اون ذا فيرست ليستد هيت، وهقول له جو تو نيو سكرين، بحيث لما حد يدوس هنا هيفتح له شاشة جديدة. الشاشة دي بقى هتحط فيها ايه زي ما انت عايز، مثلا ديتيل، وهنقول له ديت، وقول له كريت سكرين. هي دي فكرة البرمجة بدون كود او نو كود او ليس كود، ان مجرد ان انت بتربط حاجات مع بعض. شفت برامج كتيرة لكن ده من افضلهم، تمام. لما تبدأ تحط البيانات بتاعتك وكل حاجة بتقول له بابلش، فهو بيبدأ يجهز لك البرنامج بتاعك. طبعا البرنامج مبيبقاش كده بس، لا، في حاجات كتير بنبدأ نحطها، ممكن عايز تحط صور، عايز تحط كل حاجة، مجرد بتسحب ويقول لك طب حدد الصورة فين تروح حاططها، عايز قاعدة بيانات هتلاقي قاعدة بيانات هنا تسحبها وتروح حاططها. بيقول لك done. دوس هنا يبدأ يوريها لك شكلها عامل ازاي في المتصفح. تمام، بحيث ان يبقى فيه ده الشكل الحاجة بتاعتك، وتحط بقى اليوزر نيم والباسورد وريمبر مي. ممكن تقول له انا عايز اكمل كاندريا ماجنز ديت، فتلاقي كل الداتا اللي موجودة اللي انت عايزها. زي ما انت شايف الموضوع بيبقى سهل وبسيط، مجرد ان انت توصل الحاجات ببعض او تسحب الحاجات. هتلاقي عندك هنا حاجة خاصة بالبروسيس، الانترفيس، اللوجيك، الداتا. الداتا عندك تقدر تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اعمل امبورت نيو انتيتيز فروم اكسل، فتلاقي الاكسل، مجرد تختار مثلا الاكسل وتقول له اوبن، خلاص هو ربط او حط جدول اكسل، تقدر تربط كل البيانات اللي فيه بالعناصر اللي عندك. بيقولك انت عايز تعمل امبورت للداتا اللي موجوده، اه خلاص هو بدأ يبدأ يسحبها اهو، تلاقي بقى الديسكريبشن كل البيانات اللي موجوده.